حوار في الذاكرة، شهادات حية لشخصيات وطنية وثورية. حوار في الذاكرة مع صناع أبرز الأحداث الوطنية. حوار في الذاكرة مع رضوان حرياطي. أيها السادة الكرام، أجدد لكم التحية من هنا من مدينة عنابة ومن منزل العقيد عمار بن عودة. نواصل الحديث في شهادته عن الثورة التحريرية في العدد الثالث. أهلا بكم وأهلا بك سيدي مرة أخرى. بك الله يبارك فيك. ربما توقفنا في الظروف التي أحاطت مؤتمر الصمام أو انعقاد مؤتمر الصمام. كانت هناك ترتيبات من أجل إقامة مؤتمر يعيد بعث الثورة الجزائرية. قبل المؤتمر عبان رمضان كان في السجن، ثم لما خرج من السجن اتصلت به القيادة وطلبت منه تولي القيادة في الداخل ووضع شرطين، قال تكون القيادة من الداخل والحكم ينتقل من سياسي إلى عسكري. هل هذا صحيح؟ هذا ما هو الصحيح. خلاص، هو أيامات قبل ما تنفجر الثورة والتحق كريم بالقاسم مجموعة الخمسة اللي انتخبناهم والتحقوا جماعة اللي كانوا برا يتحمد وبن بلة وخيدر في المجموعة مع الستة ولا التسعة. الوقت ذاك أخذوا قرار باللي كي يخرج عبان رمضان من السجن يتولى قيادة سياسية للولاية الرابعة زير لغران تالجي. نقولوش ولاية رابعة، نقولو لغران تالجي، ويتكلف هو من ناحية سياسية. وهذه حكاية شروط، هذه ما كان حتى واحد يشرط على الثورة. عندنا جماعة شرط وقالوا نجيبوا قراز، قالوا لهم راحوا تروحوا. ونص الولاية التالية ما قريب ما فجرت الثورة في أول نوفمبر كي راحوا الربعة هادو من جماعة هادو ما والنواحي أخرى قريب لما كانت فيهم الثورة. ما كانتش واحد يشرط على الثورة داخل والخارج وكذا وكذا. في الداخل والخارج هذه جات في المؤتمر تاع السمام، وعبان وقتها جا في 55 كي خرج من السجن في 55 طلع للدجرة. بعث له كريم قال له أنا نسحقوك، ما راحش المرة الأولى قال له ما نعرفش وكذا. المرة الثانية قالوا له راح فاضل عبد الله فاضل، قالوا أمر سي عبان لازم تجي وضروري تجي، ما هوش مسألة بسيطة. مشى مع فاضل، عبان مشى مع فاضل، وصلوا عند كريم قالوا كريم احنا قررنا الشيء قرر أنت ولا المجموعة تاع قيادة الثورة قرروا باش انت تكون مسؤول سياسي على الجرونتانجي. هذا ما كان فيها لا شروط، لا شرط هذيك لا شرط هذيك. اللي يقول لك شرط هي ما عندوش خبر ولا حلمها لا ينفونتي. ما شرط حتى واحد، ما يشرط حتى ورا الثورة يشرط ولا هذا، ما حتى واحد يشرط. عبري سي با جوست. ولكن سيفو في حديث كان نوليو هدية الداخل والخارج والسياسي والعسكري. هذه جات في المؤتمر تاع سومام. مؤتمر تاع سومام شكون اللي عمل لا ليتيراتور تاعو كل كتيبه تاعو كل يعني التحرير تاعو كل دار عمر وزقان. عمر وزقان شيوعي، تكوين شيوعي، تفكير شيوعي، مخ شيوعي. خداو واش وقع عندهم هما في روسيا وفي البولشيفيك وداروا في لا بلاتفورم تاع لا سومام. داروا في لا بلاتفورم تاع لا سومام، ولا بلاتفورم تاع لا سومام كي جا فيها فهمتي اولويه الداخل على الخارج. هذه وقعت في روسيا، كان ليلين في جنيف وجماعه فهمتي في معركه مع بزار في روسيا. انت بداو وليلين يعيط انا شاف انا هو كذا انا باه. قالوا له انت كي برا ما كانش اولويه الداخل على الخارج. بعد جاوت على مارين هذوك تاع الفولغا جايين في الواحد ومدافع تضرب وكذا. فهمت انا قالوا احنا قالوا لا بريوريتي دي بوليتيك شو لو ميليتار. وهذه جابها وزقان، ما جابهاش عبان وخاطي تاع عبان. خلاص جابها وزقان في البلاتفورم تاع سومام. بعد البلاتفورم تاع سومام في عداد الولايه خمسه ما تعترفش بها، والولايه الاولى ما تعترفش بها رفضتها. الولاية الثانية وقت اللي بن طبال قرها على ودرس مع الإطارات تاع الولاية الثانية، الإطارات تاع الولاية الثانية الكل رفضوها بما فيهم عمار بن عودة رفضتها في السومام. وقلت لعبان قلت له سيبا
سي با وناتي سي مارش باي سا باس با. لا اله الا الله محمد رسول الله. الولايه الاولى ما تعترفش بالبلاتفورم تاع لاسوما. خنشلا ديك الوقت وحدها والبيضه وحدها ما يعترفوش بلاتفورم تاع لاسوما، ولا باز دو داش تاع برا بوكداد ما يعترفش بالبلاتفورم تاع لاسوما. شكون اللي بقاو معترفين بالبلاتفورم تاع لاسوما؟ لا تروا ولا كات برك، ولا تروا نولي لا تروا. محو الحاج الله يرحمه أكلي قال لي بلاتفورم تاع لاسوما من وزاكوتي 450 مجاهد في اون سول باتاي. اه قلت له محو الحاج، قال لي ما قالوا لنا ديروا لي كومباني وديروا لي باتايون وديروا كذا. قال لي درنا باتايون وتقابلنا مع الفرنسيس باتايون. قال لي بتوا لنا استشهدوا 450 مجاهد في معركه واحده. قال لي روحنا اللي قعدنا حيين. قال لي قطعنا البلاتفورم تاع لاسومام، وقلنا النظام اللي داروه لنا هذا تاع البلاتفورم تاع لاسومام تاع الجيش يجب نبعدوا عليه ونهربوا عليه ونوليو لاجيريا ونوليو لي باتروج ونوليو لي بتي جروبمون ونخدموا كما كنا نخدموا في البرمي. ورفضوا لهم تانا لا كات على حساب النظام اللي كان موجود العسكري اللي داروه في البلاتفورم. لا كات انا رفضته، وانا رافض البروغرام تاع لاسومام. وخرجت لتونس ونلقى لا اون ولا باز دو ليست ولا دو، وكل ماهمش ما يعترفوش بوحده الثوره. لوحده الثوره وحده الصف قنعتهم باللي يلزم يقبلوا بالبلاتفورم تاع لاسومام. وقبلت لولايه اون بالبلاتفورم تاع لاسومام لا باز دو ليست، لا ولايه دو ولا خنشله والبيضة قبلوا بلا بلاتفورم وكمشينا وتعهدنا بلي مؤتمر جاي نبدلوا كل شيء. نعم سيد بن عودة، هل الناس اللي يحبوا يفهمونا بلي لا بلاتفورم ولا صمام على كريي لطال جريا ولا كريي كذا كلش فارغ أول ولا على دي على كريي لا ديسكورد لا ديزيونيون فشلت المناضلين كيف بريموتي دي ميليتير دي بوليتيك سو لو ميليتير. انا هزم كحله مقابل صدري للشعر ويجي السياسي هو اللي عنده اولويه عليا. فابري اللي قاعد في الدار وقاعد في القربي واللي قاعد في الكازما هو اللي عنده اولويه، وانا اللي هزم مكحله ومقابل الشعر ما عنديش حق. صبح دوزيام زون دوزيام كولاج، فرنسا كانت عامله برومي كولاج دوزيام كولاج، بلاتفورم تاع لاسومام عملت لنا برومي كولاج ودوزيام كولاج، عملت لنا لي تيتيلير وعملت لنا لي سوبليون وعملت لنا الداخل وعملت لنا الخارج. انا وزاد سي باري وزاد قسمتنا كي دارت فهمت يعني اولويه السياسي على العسكري. انا ورفضناها احنا في سومام، رفضناها بزيغود رفضها وبن طبير رفضها. لذلك لهذا السبب لم يحضر القادة الى مؤتمر السومام تقريبا، معظم القادة لم يحضر. غير الولاية الخامسة، الولاية الخامسة مثلها العربي بن مهيدي والولاية الاولى ما حضرت، اما لدو حضرت، لتروى حضرت، لكات حضرت. وجهت لهم دعوة؟ نعم وجهت لهم لسانك وجه بن مهيدي هو اللي مثل لاسانك، بن ميلي قال انا نمثل لاسانك. لما مي بلاتفورم تاع لاسومام احنا بورلو سي تونيريزي يعني كسرت الطوره، كسرت لي لون تاع. نعم اين تعارضون بالتحديد مؤتمر الصومام؟ اي في اي في اي شيء تعارضونه؟ نعرضوا شوف نعرضوا في الاولى انا شخصيا نعرضوا في بريموتي دو ميلي دو بوليتيك سور لو ميليتير، ونعرضوا في بريموتي de l'intérieur sur l'extérieur. On a regardé la composition du CNRA libéraux. فرعت عباس البارح يقول لهم جو سوي لا فرانس، وكتب كتاب يقول جو سوي لا فرانس، يصبح هو قايد في الثوره الجزائريه. مش فري سا مش حق، مش حق تعدي ومطلوب من لا بلاتفورم تاع لا سومام. فهمت هذيك تاع الانتيريور سور الاكستيريور هذاك تهميش باش همشوا بن بلا وبالضياف وخيدر ويتحمد وعمران تانا خارج وبنعوده خارج. احنا تانا تهمشنا كيفاش وانا بعد حاجه اخرى سي نيرا هذوك شكون احمد فرانسيس وبالخده هذا اللي حطوه في سي نيرا. وان كان البارح قلنا ما نديروش الثوره حتى نديروا مؤتمر، وحكموا لنا السلاح تاع لاص وما حبوش يعطيونا وما حبوش يعطيونا الصور تاع لاص. نعم كيفاش يصبح في سي نيرا هنا سي با سيريو؟ وجماعه اللي هي كانت فهمت يعني متكونه وقادره وهز السلاح وقعدت تكافح في الاستعمار ما همش في السيانيرا. ونجيب انايا بوريشرش نحطهم في السيانيرا باش يتحكم فيهم عبان بور فير فهمت يعني ديفوال اللي هو سي با فري سا سي مالونيت سي مالونيت. سومام هلكتنا لا كابيليا 450 مجاهد
بطاليون 450 مجاهد في معركة واحدة ماتوا. ها لا سمام، هاي لا سمام، وقسمت لنا الدنيا كل، وقسمت الدنيا كل. احنا الولاية الثانية قالوا اصحاب السلاح وكل حطوا سلاح، قالوا وشي؟ قالوا احنا بوليتيك، قاعد بريموتي بوليتيك على الميليتار، وانا ندير انا ميليتار ندير انا تانا بوليتيك. هاي لا سمام مجاهد. بعد رحنا 57 رحنا القاهرة. قبل ذلك من بعد مؤتمر الصمام كلفت بتولي جلب السلاح للجزائر بعد ما أثيرت انتقادات الذين كلفوا بجلب السلاح لم يقوموا بمهامهم. من هم؟ بن بلا و بن بلا بضياف فايت حمد خيدر، هذوما زعما اللي في الخارج على اساسهم اللي يجيبوا لنا السلاح. هذا واش قالوا لنا احنا؟ وذاك الوقت بضياف ما كانش في الخارج، كان معنا في الداخل، وزاد خرج بضياف على اساس يجيبوا السلاح، يدخلوا السلاح. كي دخلوا السلاح واش دخلوا؟ جابوا سلاح حطوه في طرابلس وخلاوه في طرابلس، وجابوا سلاحات هبطوهم للفزان تحت للصحراء، وبعتوهم على طريق الصحراء فيها كاميو بيتفور اللي هبطهم، وستة ولا سبع جمال هزوا شوية بكحل طلعوهم. كي وليت أنا من الصومام وصلت للمنطقة اللي كنت أنا مسؤول عليها، قالمة وعنابة، وش نلقى؟ نلقى عشر بكحل جو من الخارج، عشر بكحل جو، يعني 303 تاع الإنجليز، عشر بكحل من 54 56 من الخارج جونا عشر بكحل. كملت أنا الطريق خرجت لتونس، جيت تونس بخوضة عرم مجموعات دي جروب بموند كل بلاصة، وحايد ماشينك وحايد ماشينك. نعم، قبل أن تذهب إلى تونس، من كلفك بذهب إلى تونس في مؤتمر الصمام؟ في مؤتمر الصمام كان الحديث لا، في المؤتمر تاع الصمام بن طبال قال بن مهدي، قالوا تحب نجيبوا سلاح؟ قالوا نعم. قالوا نبت عمار بن عودة يجيب سلاح. قالوا بن مهدي، قالوا نبت سي عمار يجيب سلاح. قالوا بن مهدي صح. بن طبال هو من ورطك في هذه، هو اللي جرى لي رفع جرى ملحة. هو اللي ورطني في حكاية راح جيب السلاح. بن مهدي راح شاف كريم وشاف عبان وعملوا اجتماع كذا، وعملوا لي أوردر دمي شو هي كريم. وين كنت انت لما داروا؟ كنت معهم، كنت في فري، كنت في الصمام، كنت معهم في الصمام. جاو مدوا لي بن مهدي مضلي، قال لي أول أوردر دمي شو تاعك تخرج وتجيب السلاح. قلت له ولا، قال لي روح جيب سلاح. قلت جيب سلاح. قلت له صح عليك، جاية من عندك انت سي العربي يعني رايح. قلت له بصح ولا سنيها، ولا سنيها عبان، ما سنيتيهاش انت لوردر دو ميسيون تاعي. هوني انت ما جيتي شوفها. قلت ولا ما سنيتيهاش انت، سنيها عبان، ولا انت اللي تسنيها. كان المسؤول المباشر تاعك منو؟ بن مهدي بيان سور، من لوس هو المسؤول تاعي مباشر من لوس. دونك سنيها هو، ما نقبلها بك بكوبلي بليز. قلت له بون معليش، كي جيت انت وجبتها وقلت لي روح راني رايح. رحت خرجت لتونس، جي سيني لا سيتياسيون سو لو بلان بوليتيك. الناس الكل قالوا لنا نعترفوا بالصمام ونعترفوا بالكونغري ولي ديسيزيون تاعو. بعد رحت جبت سلاح، رحت لطرابلس، نلقى محمد دادي عرعار من الجنود اللي جنت أنا في سيكونتات، نلقاه هو تم في طرابلس. سلاح كان، قال لي كان سلاح نشوفه، قال لي روح شوف. رحت شوف سلاح مخزن قد مجد كبير في مزرعة عند واحد شعبي. شفت سلاح، نبقى سلاح خرب العالمين. قبلنا روحنا، قلت لازم نلقى الطريقة اللي ندخل بها سلاح لتونس. وليت شفت تم يعني، قلت له هو أريد شاحنة. ما قلت استاذ صح نشوف وش نجم نشري من من ليبيا ندي لتونس كسلعة ككذا ككذا. نلقى عندهم كوكو، عندهم كوكو وعندهم اللوز. ولينا قلت رحت وليت لتونس، جبت واحد تاجر يقولوا بن اسماعيل مسعود. قلت له تروح معايا ليبيا، عندنا قضية تمشي ليبيا سي عمار كذا. قلت له تروح معايا ما فيها حتى كلام. هو يعيط لي بن عودة، ما يقول ليش عمار، يعرفني بن عودة يعرفني هنا في عنابة. رحنا لليبيا، قلت له يا نشريو الكوكاو. يضحك علي، قلت له نشريو الكوكاو يا راجل. زوج شكاير عند واحد، ثلاثة عند واحد، أربعة عند واحد، ستة عند واحد، وصلنا بين 25 و30 شكارة تاع كوكاو. رحت سالم شربك ليبي، سالم شربك أعطيني كاميو تاعك 6 طن ولا 8 طن اللي عندك. قال لي ها انا عندي 1 طن ها وديه، ها السائق، هاي السائق قال وني تقول لك تروح، تروح نمشي معاه. رحنا هزينا الكوكاو هذاك، بن سمعين نروح على روح تونس. وانا بالكوكاو هذاك رحت للمزرعه، هبطت الكوكاو وخملت سلاح فوق سلاح، حطيت الشكاير تاع الكوكاو، وجينا قاصدين باب رب العالمين. يا ربي العمل عليك كاميو ركبين فيه 3 القدام،
واحد يسوق وزوز بالسلاح وطنوبيل قدام تتواتر قدام فيها في ربعة بالسلاح وطنوبيل الأخرى الثالثة تنا فيها خمسة بالسلاح وشنا مشيين. قال كاش مكان هكا ولا هكا نضربوا مع العسكر ونعقبوها ولا بس. كي وصلنا لشوشة راس جدير حدود الليبية عدينا الليبيين خلونا عدينا وصلنا عند التوانسة كيف كيف خلونا عدينا بصح كي عدينا عند التوانسة كان العسكر تاع فرنسا تم في الحدود في البريارة توانسة حلونا الباب وعدينا والعسكر في زوز جبت لنا قرطاس تاع كوكا وكنت مسجيه قلت له تيان في دميزقال بور نسواري وعطيته قرطاس تاع كوكا وشينا مع الدين ولا الكوكا كوكا مشينا الهضرة في ليبيا كاملة في طرابلس كاملة وتوصل لامباساد دو فرانس وتوصل للعربي فرنساز باللي كان تونسي قاعد يشري في الكوكاو ما من ليبيا سيتي بور بروباجي الدعاية هذه تاع الكوكاو. وصلنا لبنغردان كيف كيف في بنغردان كان غارنيزون تاع الفرنسيس فيها 450 عسكري وكوماندان قد من قد معاهم وكذا واحد. وصلنا لبنغردان بشوية شوية عيطنا لمحمد الأمين محمد الأمين الله يرحمه ويوسع عليه وإذا حي ربي يرزقه وربي ينجحه وينجح وليداته ودري دريته. هولي عيط الديوانة تما الواحد قال نخليه الكاميو يعدي تاع الكوكاو. حتى بالنسبة للديوانة والبوليس تاع الفرونتيار تاع بنغردان كوكاو معقبين مش معقبين. نعم. محمد الأمين هو والي ولاية والي مدنين والي تونسي تاع ولاية مدنين هذا حقها الجزائر تكتب عليه جامعة وتكتب اسمه بالذهب جزائر. هذا محمد الأمين والي ولاية مدنين الجزائر تكتب عليه جامعة وتكتبها بحروف الذهب اسمه. معقبنا الكاميو هذاك وصلنا لمدنين دخلنا على واحد الكازرنة تاع الحرس الوطني تاعهم جبنا لي كاميو هذوك الدوتون ساك فرغنا كلش وراحوا للحدود وكل وصل الحدود وصلنا لغرديماو. غرديماو بون يزمنا جبت سلاح نقسمه قسمته. كي قسمت السلاح بديت بلا ولاية كات قال هي البعيدة حطيت لها 450 أسلحة بين فيزي متريار وبين فيزي وبين متريات. أنا ذاك الولاية أربعة كانت يترأسها عمر وعمران. لا عمر وعمران جال تونس خلاص أو في الطريق جاي لتونس إيه خرجوها وجاي لتونس نفاوها. 450 أسلحة بين مكاحل متريات وفيزي متريار الولاية الرابعة. الولاية الثالثة 350 مكحلة بين فيزي متريار متريات وفيزي 350. الولاية الأولى 250 الولاية الثانية 250 لاباز دو لست 100 وشي اللي قاعد خليناها نستوك لما في غير دماغ. هذا البرمي بواياج كيفاش عدا ميعدى بك لكوردوكي محمد الأمين كوالي في مدنين بصحة تونس يبي دو بيرسون انكار كيتو كورون زوز من الناس اللي كانوا عارفين بلي راح نعقبوا سلاح وبرخصة من عندهم اللي عقبت أنا سلاح. حمد التليلي الله يرحمه كان سكرتير جنرال تاع جي تي تي وكان أمين سكة تريزوري تاع الحزب النيو ديستور تاعهم والطيب المهيري عضو في المكتب السياسي تاع الدستور ووزير الداخلية. قبل ما رحت لتونس وجبت الكاميو من عند سالم شلبك حتى تفهمت محمد التليلي وقلت له صيبات بركب كيحلات وغطيهم ونلقى كيفاش نجيبهم انتو غير ساعدوني مع الديوانة ومع البوليس تاعكم تاع الحدود والوالي تاع الولاية يوقف معايا في بنغردان. وجاء الوالي وقف معانا في بنغردان حتى خرجنا الكاميو من بنغردان. عبدو من الناس اللي يخدموا معنا وهكا اللي أول أسلحة اللي جات والكمية هذه اللي جات كما قال بن طباب البن مهيدي وكما قال بن مهيدي بن طباب قال له سي عمار يجيب سلاح بعتوا يجيب سلاح ويجيب سلاح. بن مهيدي قال لي روح وقت جيب سلاح متأكد بن مهيدي باللي نجيب سلاح وجبت سلاح
ومن ثم بقيت لما قمت بتوزيع الأسلحة على الولايات. وعمران طلب منك أن يعرف ماذا فعلت في توزيع الأسلحة. وعمران حق بالك 21 يوم شهر بعد ما وزعت الأسلحة هذه، وزدت جبت كمي واخر وحطيته في مخزن تم في الحدود. قال لي وش الأسلحة وكذا، وجبت يوم قالوا واحد بكوي جبت ووزعت. قال لي نشوف كيف وزعت. قلت له هاك تفضل. بعد قال لي ساعه ربي كيف 450 ولايه الرابعه و 250 ولايه الثانيه. قلت له يا عم هذوك الجزائريين وهذوك الجزائريين هذوك بعاد وانتم قراب. نعم هذا باش توصل 450 شو توصل 450 ولا ما توصلش؟ يذكروا شاش في الطريق واللي يطيحوا لهم واللي يروحوا لهم. سي بور سا جي كالكوليكم على حسب دي ديستانس. جي با توني كونت يعني جيش كان ولا ما كان، نو جي توني كونت دي ديستانس. فهم ذاك الوقت باللي احنا ما عندناش جهويه. الجزائر سي الجزائر سي با ما فيها لا شاوي لا قبايلي لا. وبالرغم من ان وعمران تراس الولايه اربعه، يعني بالرغم من انه كان مسؤول عليها. لا مش ما عجبه كونترير فرح. ايه فرح دبعت 450 اسلحه الولايه الرابعه فرح ولا ما يفرحش؟ فرح فرح وجات وعجب. كيفاه ما نعطيش 450 الولايه الثانيه ونعطي 450 الولايه الرابعه؟ ما يلا غالب هكاك انا الحساب نتاعي على حساب لي ديستانس، وانا ما عنديش فرق. قال ولايه رابعه ولايه ثانيه جزائريين يكافحوا في الاستعمار. وعمار ابو قلاز باز دلاز كي عطيتهم 100 اسلحه كي قالوا لي كيفاه، قلت لهم قاعد يكافح في الاستعمار. ما هو يضرب العسكر تاع فرنسا نعطيه، ونزيد نجيب سلاح نزيد نعطيه، وجبت سلاح وزدت اعطيته. ومن ثم بقيت ندخل في السلاح. كل 15 يوم نجيب كاميو، كل 15 يوم نجيب كاميو من طرابلس حتى فض الديبو هذاك كل فضيته. دخلت الحدود التونسية الجزائرية. ونحكي لك امتيت انكدوتة صغيرة بسيطة. الكاتريام فواياج عندنا جايين، عدينا بن قردان، خشينا بن قردان، وصلنا في واحد الكريفاس هكايا واد دي سي شي. كي خش الكاميون تقسم الاربراكان، حبس الكاميون ايموبيليزي ما يتحركش. هو مشرفي فيه واحد سيطان دار. رحت انا بالطوموبيل عند الوالد سي محمد الامين، قلت له الكاميون حبس ما يتحركش، كاش ما عندنا نكركروه؟ ما كانش باش نكركروه، كاش ما عندنا ما ينفرغوا فيه؟ يعني ما عندناش. قلت له عسكر غدوة يخرج يلقى الكاميون يلقى السلاح، كيف تديروا؟ قال لي والله ما نعرف نديروا. قال خم وكاك مولي لطرابلس نجيب كاميو اخر من عند سالم شلبك، بالك ما نلقاهش، بالك هذا يا با طون بيردر، يعني تاع ممكن ومش ممكن، هذه ما كانش يفوتوا فيه دي سوليسيون تم سير بلاص. قلت له واش سي محمد الامين تخرج المخازنيه تاعك وخرج انا يا جماعه اللي معايا هم في 12 ويخرجوا بسلاح يدوروا ويقربوا 350 400 متر من الباتايون تاع فرنسا. معلق مر والسلاح يلمع، هز التليفون نتايا وعيط للكوموندون قول له هام لي تروب تاع صالح بن يوسف يفال بو بروفوكي شيرش لا بروفوكاسيون بور لا ريبريز دي زوستيليتي اون تونيزي. اذا فهمت يعني تخرجوا ويضربوكم هاو يولي الحرب في تونس كيما في الجزائر، واذا ما تخرجوش لا تضربوهم لا يضربوكم، يطلع النهار ونشوفوا واش نديروا معاهم. قالوا الكوموندون قالوا بون حنا لا نوي قالوا اون سور با جينيرالمون لا نوي اون سور با دوما ماتا اون فيرا، خاطر هما مالفين كل نهار يخرجوا يعملوا لا روند يروحوا حتى الحدود ويردوا لتحت ويجيو يعسوا ما خرجوش. وحنا ما لقيناش، بعثنا للصفاقس باش يجيبوا لنا كاميون ونفرغوا السلاح ما لقيناش. بعثنا لليبيا، راح الطونوبيل صغيرة ليبيا شفنا شلبك ما لقيناش، شفنا واحد يقول له ساسكو شركة تاع ساسكو سيد كذا عابد سنوسي عطينا كاميو تاعك سميرو مارك. قال والله ما همش هنا كلهم في مصر. قال كيف عنديرو قلت له ما يخرجوش ولا بس. ثلاث أيام ما خرجوش العسكر بالكازرنا. قلت له مين نعيطوا للتليلي ونقولوا لهم ثلاث أيام ما خرجوش، دونك ما همش حابين باش يكونوا دي زوستيليتي اون تونيزي، وما همش حابين فهمت يعني يعاركم مع دوما اللي يدوروا كل ليله وكل ليله نخرجوا العسكر المخزنيه والجماعه تاعنا المجاهدين يدوروا في الجوايه هذيك باش يشوفوهم العسكر، نقول لهم يخرجوا من بن قردان. قال لي احنا تليلي والله ما يخرجوش يا سي عمار. قلت له مراد. قال لي ما يخرجوش. قلت له نجربوا واش خسرنا.
اما خرجوش 3 ايام نجربوا قالوا خرجوا بوريفيتي لي زكروشاج افيك لي تروب دو بن يوسف هاي لامين لامين قال لي عقب لي لامين عقبت له لامين الوالي قالوا انا عم سيد احمد قالوا عايك الكوماندون قالوا باش يروح من تم بوريفيتي لي زانسيدون معاهم بين لي تروب تاع بن يوسف ومعاهم قالوا يخرج عيط له لامين قالوا فم دوني لتون جابل قابس خاطر قابس هي لاباس جابل قابس عيطوا للقابس قابوا القابس بعثوا لهم لي كاميون هزوا العسكر هذوكا كل هزوا الماتريال اللي كان في الكازرنا هذيك وخرجوا من قابس سو كي في دركا كي يجي الكاميون تاع السلاح كي يوصل لشوشه ما كانش عسكر وكي نعديو في قابس ما كانش عسكر وين نلقاو العسكر؟ نلقاو العسكر في قابس كان يون باز فرونساز في قابس طيارات وشارات وكذا يعني ريجيمون كامل بيه بالطيارات تاعو تما في قابس اي سيتي ان بروبليم اللي احنا كي نعديو بالسلاح سيتي ان بروبليم خاطر وعلى عندنا نعديو بالكونفوا تاع خمس كمين سان كاميون تاع دوستون مرسيدس عيطوا على الورشان شاريينهم جدد عندنا نعمروهم للخمسه بالسلاح ونجيو داخلين بهم للحدود وهذيك لاباس تاع قابس هذيك سيتي سيتي ان دونجي. سأستمع منك بعد هذا الفاصل حول عمليات التسريح والاتفاقيات التي كانت تبرم وكيفية النقل كذلك وسأسمع منك كذلك إلى هل تعرضتم إلى مضايقات من قبل السلطات التونسية خاصة بعد أحداث التي تعقبت بعض المسؤولين الذين ربما طالبت فرنسا بإخراجهم من هناك بعد الفاصل سنعود لكم أيها السادة الكرام. حوار في الذاكرة مع رضوان حريات أيها السادة الكرام نجدد تحية لكم ودائما نستمع إلى شهادة العقيد عمار بن عودة وصلنا إلى عمليات التسريح سيد بن عودة من كان يشتري السلاح من ليبيا ومن تونس ومن مصر وكيف ومن كان يقول لكم بالأماكن تواجد هذه المستودعات أسلحة هناك قتلنا لباس تاع قابس وعدوا لي كونفوا تاعنا تاع السلاح بسان كاميون سان مرسيدس دوستان اندروفير ديباناج وكذا ومشيو خارجين نبه نبه كي نوصلوا لقابس شوية نخاف ساعات نتلقاو مع العسكر ساعات نلقاو شعر في الطريق ساعات كذا هما ينو ديرونج با مي اون سي جامي بون واحد النهار نهضر مع محمد الامين هذاك تعشاو مع بعض تسناو في الكونفوا يجي تعشاو قلت له والله الدنيا بيبر حتى مدنين بصح من مدنين قابس قروان دونجي تاع قابس ونحكي وكاك دونجي قابس عاد قلت له شكون نخرجوهم من قابس عاد عليه الله ما يخرجوش قلت له خليني نخرجوهم وانت تمشي معايا نخرجوهم قال لي نمشي معاك وش هو البلان تاعي قلت له خليني نخمم عليه عدا الكونفوا راح لتونس وانا وليت لطرابلس وجانا واحد الكاميون جابوا واحد جزائري من تاع دي سوسيتي بترولير اللي يخدموا في السود جابوا وشكينا فيه باللي مبعوث تاع فرنسا ماهوش اونات وطني جاء مضحي وجاب برلي معاه ترى البرلي مش جديد ومش قديم خلاص حكم راحوا قلنا باو بابير ليسي نجربوه داروا دورة جماعة في طرابلس ويحكيوا قالوا ملا فلان هو اللي رايح لتونس مدي سلاح اليوم ماشي الهضرة كان عيت نالوا لما ينالوا شوية سلاح في الكاميون شوية شديد مبلولة ديتوناتور فازين كوردون بيك فور فازد شوية سلاح جديد مليح كمان نركب عمل بلان كذا زيت الماء وكل شو راجل كاسكروت نداو عشاه خاطر يتعشى في الطريق قال درك حكم الطريق في النهار وحنا قابس مالفين نعديو في الليل جامي نعديو في النهار بعتناه في النهار وصلوا واحد البلاصه قبل قابس يسميوها بخنوق التوانسه لوامو هذاك يسميوها بخنوق يتغني عليه صالحه بخنوق بنت المحامي عائشه بخنوق وصلت عسكر تاع فرنسا يخرج يحكموا ده بيه بالكاميون دخلوه لاباس يهزوه في الطياره ويديوه لباريس وبدا يهدر من باريس على باز تاع طرابلس هاوش فيها ودي فيها فلان هاوش يخدم فلان وش يخدم فلان نسمعوا فيه في باريس قاعد يهدر ما هو تنايا رحت عند سي حمد التليلي الله يرحمه توهم فرنسيس داولنا كاميون داولنا مجاهة سيد لا بروفوكاسيون و
وإحنا ما ونس باباسي عود وقت لنا تاني نهبط لهم جيش من الحدود ونظلموا عليها لباز نحرقوها ما في خبيوا فيها حتى عسكري حي وما خبيوا فيها حتى واحد يتدفس كومو قلت له بك فيها حتى كومو سيد أحمد يردونا الكاميون ويردونا المجاهد اللي دوا هذاك الوقت ما قال حق الحد بصح ما يردوش الكاميون ما يردوش المجاهد نحرقوا لهم لباز يا بن عودة يا مراد يا كذا الغالب احنا في طورة ماناش مسخرول يوم داو هاد الكاميون وداو ودوا يديو لنا سين كاميون بعد يديو لنا دي كاميون بعد يديو بعد يوليو انتم يراقبوا فيكم تريتوار تونيزيان سوفرنتي تونيزيان وجي الفرنساوي يدي لي الكاميون ويدي لي مجاهد وحنا في عنايتكم قال لي خل ما هدر مع الطيب المهيري قلت له هدر مع سي الطيب هدر مع سي الطيب في التليفون في الديوان السياسي تاعهم هدر مع الطيب المهيري قال له وش كان وقول سي دخلين على باص تاع قابس ونحرقوها ولا باس ذهب اللي فيها قالوا كيف قالوا داخلين قالوا نديروا احنا تاعنا قالوا ما نديروا لهمش حرب قالوا خمم على حاجه اخرى وما تقولش نديروا حرب لا للطوار والجزائريين قالوا ما نديروا لهمش حرب مي القى حاجه اخرى أبا قالوا ندير لهم كما بنقرجان هي قالوا عايت طيب عايت باهي لضغم يفولوا كونفاكر طيب المهير يعايت باهي لضغم كان هذاك الوقت شاب دي قوفرنمان باهي لضغم كان شاب دي قوفرنمان هو رئيس الحكومة عايت طيب المهير قالوا هذاك البروبلام العسكر تاع في قباس داو الكاميون تاع المجاهدين وداو مجاهد وهو في مرسي وهو ديجا قاعد الكريتيكي وقاعد يبيع في وش كان في تونس وش كان في كذا كبروها وزادوا زينوها شويه واحد هما وانسى قالوا يقول في مراد قال يردوا الكامي والمجاهد ما كانش نحرقوها على باص قالوا معليش خليكم عيطوا للريجون لومباسادور عيطوا لومباسادور قالوا هذاك البروبليم جيبوا الكاميون وجيبوا العسكر ولا تبدلوا من تم تخرجوا العسكر في قابس صحراء الشر الهم الجمل الدبان وشويشة الهموم كل في قابس هذيك حتى من الخبز يخرجوا من الكوشة يخرجوا يبس وش قاوها بين جناتي والناس قالوا نخرجوا اللي كانوا في اللاباز هما قالوا احنا نخرجوا خرجوا مهار خرجوا هذوك ما عدناش نعديوا في الليل كانوا خرجوا من طرابلس نخرجوا في النهار الصباح ونمشي ونهار كامل وإحنا ماشيين حتى نوصل الحدود هذاك سين كاميون لي كونفو تو لي كونفو تاعنا فيهم سين كاميون بردي وكانوا عندنا 15 كاميون بردي بسلاح بالمينيسيون ساعات من بالرابيتايمون كي نجيبوا الرابيتايمون من مصر ديال الحدود جبنا لي سيمي رومارك بيبرتي واحد فيه 26 متر طولان نحطوا فوق منه المدافع دي كانون لونغ بورتي ونحطوا فوق منه لي زوبيزي ونحطوا لي زوبيو تاعهم ونهبطوهم الحدود نهار لي بوصوف الله يرحمه راح لتشيكوسلوفاكيا باك ليسانس تاع السعوديه شرا دي زونتي ايريان وجاب بوصوف لي زونتي ايريان مرسى مطروح وديناهم احنا الحدود عقبناهم في النهار وفي الجهار فهمت وباللي زونتي ايريان هذوك الحدود طيحوا طياره ولا زوز تاع الفرنسيس وما عادوش يطيروا تما الطيارات باسكو سافي كون تي ارمي كون افي دي زارم بور لي فير بور لي زاباتر فهمت وعدنا لا تونيزي كامله نتحركوا فيها بدون يعني دهشه بدون خوف بدون فهمت يعني تعطيل ما عندنا حتى تعطيل مشيو في الليل في النهار بسلاح كل ما لازم ماين نتحركوا كما نحركوا الكماين نتاعنا والسلاح نتاعنا كانت تقريبا دولة يعني تقريبا سأسمع منك يعني الثورة الجزائرية فهمت تحب نقول هالكلمتين هذوما عانت حتى إخوان هما عانونا واستقبلونا وقاموا معنا كما باهي بدغم كما طيب المهيري كما أحمد تليلي كما محمد الأمين وقفوا معنا وقفة تاع رجالة تاع مناضلين تاع وطنيين صح مغاربيين صح والجزائر تاعنا ردت لهم الخير نتاعهم هذاك خرجنا العسكر من بنقردان وزدنا كنا سبب في خروج العسكر من بنقردان وسبب باش خرجنا العسكر من قابس والحمد لله رب العالمين إن شاء الله ربي يوفق قيادة تاعنا هم محتاجين مساكن وفي حالة كي نحبوا نعينوهم نجموا نعينوهم وعندنا 100,000 طريقة باش نعينوهم وهما في حالة ويغيدوا وخوتنا بني عمنا مسلمين كيفنا لا إله إلا الله من كان يشتري السلاح من ليبيا ومن تونس ومن مصر أسلحة الأولى
بدخلتها أنا ولا اللي دخلوها جماعة اللي قبلي أنا. أسلحة هذه جت من مصر، برك المصريين حسبوها للطورة ولا ما حسبوهاش، هذا ما في علميش، أنا ما نجمش نتقدم فيها. الأسلحة الأخرى كنا احنا نشريه، كان عندنا الفلوس وكنا نعملوا الليسانس من عند السعودية، من عند الكويت، بليسانس من المغرب ونشريه السلاح، وساعات نتلفوا السعوديين يشريه وإحنا نجيبوه السلاح، ندخلوه الإسكندرية في البابور، إسكندرية نديوه مرسى مطروح نعقبوه عقبوا الحدود. في أسلحة اللي شريناهم من عند ترافيكان، الناس اللي بيعوا سلاح، الناس اللي كان بيبيعوا سلاح. أنا شخصيا شريت فهمت يعني لود دار فيزي مترايير وفيزي وكذا من عند مجموعة ألمانية، وتلاقيت بيهم في سوريا وتساومنا في سوريا ومعنا سوريين، سراج العقيد سراج تاع المخابرات تاعهم، ونزلنا السلاح في اللاذقية، جربت أنا السلاح باش نشوف مليح مش مليح كذا، خلصنا مهزلنا السلاح تاعنا جبناه اسكندرية مرسى مطروح تونس. بوصوف الله يرحمه تاعنا بك دي ليسانس، راح لتشيكوسلوفاكي ليسانس سعوديان، شرا دي زونتياري أيريا وجابهم. بعد جبنا ليسانس من عند الكويت، شرينا بهم من ليسانس هذيك، شرينا دي بريطان من عند الطليان ديناهم للكويت، ومن الكويت جبناهم مرسى مطروح بالطيارة، ومن الطيارة جبناهم لمرسى مطروح. يعني كنا سلاح كنا نشريوها احنا بالصوار اللي تبعت لنا المناضلين تاع فرنسا، وبالصوار تاع الجزائريين تاعنا بني عمنا، والإعانات اللي كانت تجينا من الدول العربية كل كانت تعطينا فلوس يعني سلاح. إلا مصر ما تعطيناش الفلوس، ولكن تعطينا الرابي طايمة نجيبوا شيء اللي يتحقوه للجيش كل نجيبوه من مصر، من ملابس وأغذية وأطعمة وأفرشة، من اللامارازي لبروسا دان حتى للكسوة، كل شيء نجيبوه من مصر بما فيها الماكلة بما فيها كل شيء نجيبوه من مصر. القسمة في العودة يعطيونا الدولار المصريين، ما عندهم يعطيونا الماكلة، خلاص يعطيونا ديور رابي تايمان، نجيبو دو ليكيبمون، نقولو دو ليكيبمون نجيبوه من مصر. ربما الطوار الجزائريين كانوا يجولون ويصلون في تونس، ولكن ربما لا أحد يتكلم معهم، في الصباح حكومة تونسية وفي الليل حكومة جزائرية من قبل الطوار، أليس كذلك؟ لا، كان احترام متبادل، كنا نحترمهم وكانوا يحترمونا، وكانوا يحترموا جيش التحرير، وكانوا يحترموا الثورة الجزائرية ويقدسوها ناس جماعة هذوما اللي ذكرتهم كما المهيري وكما تليلي، يقدسونا احنا تليلي. ألم تتعرض السلطات التونسية إلى ضغط من قبل السلطات الفرنسية؟ كان ضغط من عند الفرنسيين، كان ضغط على التوانسة، ولكن التوانسة ناس ملاح، لم يضايقوكم أبدا، بالهم واسع، لم يضايقوكم ابدا؟ لا ما يضايقون، احنا ضايقونا مره واحده والسبتان احنا داروا التوانسة اتفاقيه مع لطرابزة، شركه يقولوا لها لطرابزة فرنسويه في نقل البترول من البرما للسخيرات. يجي عبان ناخذ لابليوم نتاعو الباهيه ويدير الارتيكل على تونس، على التوانسة وعلى الحكومه التونسيه، ويدير له التيتر تاعو دو با نوار، الخبز الأسود، ضربهم جن توانسة، قال سبحان الله احنا حلهم البلاد، حالين كذا حالين كذا، محتاجين شوية فلوس، عملنا فهمتي واحد مع شركة وما تعطل حتى شيء الجزائريين، وما تعطلهم لا في ولو لا تدخلهم في كذا ولا ولو، قطي بين فرنسا وبين تونس ومن البرما، والبرما هو فيها تاع الجزائر وفيها تاع تونس، دونك دو بانوار هذاك سي مالفيني، وش عملوا؟ قفلوا علينا كل شيء، لا يعدي سلاح، لا يعدي رامي طايمه، لا يعدي مال، لا كان تريسيتي، لا كان والو. وسي سي هذاك الوقت عبان وكريم وجماعه كل سي سور تروفي وكار، خرجوا كل واحد ما بقى في تونس. وتغشوا هذا، يعني احنا كنا سبب، ما كان له نكتبوا هذاك الارتيكل هذاك، ولا كان له
نقول له خبز لك حلو ولا خيانة وخيانة للطورة وما خانكش. المين تاعك تاع السلاح تعدي والبرطة تاعك. هل تحدثت أنت مع عبان أو بصوف عن هذا؟ لا ما تحدثش مع عبان. أنا خاطئني تحدثش مع عبان. أنا كان حايد برك نهدر معهم نجمع هدومة تاع السيسيو ما عندي نتكلم. عمر أو عمران ما سي صحابنا وعمران عندك لي نهدر معاهم انا يا بورتو كي نحتاج وما يعجبنيش الحال كي نحتاج نروح نهدر مع كريم بالقاسم نقول له تيل شوز ايتي فات يقول لي ما فات نقول له الكريم وقول بن طبال سورتو بن طبال وتخايب يقول لي وش عندك اليوم اني جاي بصوف كيف نهدر معاه محمود شريف ما كنتش نهدر معاك ما نحبوش ما هكاك من عند ربي وهو دار خبيث مرخبين والله يعني المضايقات تاع التوانسة كنا احنا سبب فيها برك يعني احنا سبب كم مش الارتيكل تاع بان دو بان وار هذاك اللي داروا في الاكسبريس كان واحد وحنا عندنا جزائريين يخدموا في الصحافة تاع التوانسة كما الازهري شريط كما الازهري عبد الله كما مزهود ابراهيم كما شنتوف عبد الرزاق هذو كل كانوا في وش اسمه كانوا يخدموا في لابريس نتاعنا وكي جينا المجاهد من الجزائر ونطبعوا المجاهد نتاعنا نطبعوا في ليزان بريميري تاع وش اسمه تاع التوانسه وبلاش ما يديوش علينا قال روح بارتيسيباسيون لا ريفوليسيون الجزائريه. منذ تكليفك بمهمه جلب الاسلحه للجزائر بعد مؤتمر الصمام لماذا لم تدخل الى الجزائر؟ بقيت في تونس؟ هل طلب منك أن تبقى في تونس للاستكمال المهمة؟ قعدت قبل ما نتبون مهمة السلاح هذه خشيت الجزائر وجيت للجزائر ورحت للروشينوار وتلاقيت مع هذاك اللي كان نوتير اللي كان بريزيدون تاع وش اسمه تاع فرنسا نوتير وش اسمه يا رب لقيت بالعيد عبد السلام تما وتلاقيت رحت للروشينوار رحت أوميسيون وش هي المهمة هذه؟ مهمة تاع سلاح تشور كشيون دار كشيون دار بخطر احنا ما حبسناش يعني فجيبوا سلاح لتونس احنا جبنا سلاح لتونس وبعتنا السلاح حتى للعاصمة العاصمة كيف احنا بعتوا سلاح للعاصمة كان عندنا واحد شركة تاع الحوت بوسون بلون في زرزيس شيت تاع تونس وشركة هذيك تبعت الحوت للجزائر وفي الشركة هذيك الديريكتور نتاعها واحد الاخ جزائري قولوا له دريوش نور الدين مع دريوش نور الدين اتفقنا باللي في الحوت نحطوا البلاستيك ونبعتوه لواحد الحوات اسمه علي في لابيشري سنترال وعندنا نبعتوه كك الاكسبلوزيف نبعتوه في الحوت من زرزيس وصحاب الأمانة هما اللي راحوا باعوا البيشار الحوات هذاك علي هما اللي باعوا الأمانة المركزية تاع الجزائر مرباح وعمار بوجريدة وجماعة خليفة بن عمار هادو اللي كانوا يسبيونيو وش يعمل لفلان وش يعملوا لفلان وهما اللي باعوا أصحاب مول الحوت هذاك علي اسمه علي شو وش كان مش غير علي اسمه الزاير يعرفوها علي الحوات يعرفوها اللي هو كان يروحوا له ليزكبلوزيف حتى هذيك لابوم تاع ميلك بارك هذيك ميلك بار تعملت من الاكسبلوزيف اللي راح من زرزيس كيف قلنا بالحوات وليت رحت لبن سماعين بن سماعين عنده زين تاع الحلوة الحلقوم هذيك الحلوة الشامية هذيك ولا ايش يقولوا لها كاكابيجون يقولوها بالفرنسوية وليت رحت لبن سماعين قلت له شوف نص البوطل فوق حلوة ونص البوطل تحت اكسبلوزيف يا اخويا وكيف وراح سي كوم سا سي با اوترومون والليلة نبعتوا الاكسبلوزيف ما حلوة بر الترك عند واحد جربي في الجزائر هو اللي يعرفه هو حدوتهم وكل شيء بني عم في بعضهم يبعث له من تونس حلوة الحلقو وتحت في هذا الاكسبلوزيف بعدنا كتفوا ما بعتناش لسايكيام قال لي حبس بر قلت له ولا قال لي مهزوه قال لي هزوه وقالوا له شي يجيك في تونس من تونس في اللي بوات تاع الحلوة تقول لنا ترك قال له روز ما درنيلو مدو كل جاو داوها جماعة وتالي كانوا يلقاو عنده لدرنيلو قال يم في الجو قال ما كان حد شيء مي اللي بحهم بحهم بكسرت بحهم بكسرت تود
باللي يجي الاكسبلوزيف في الحلوى من عند بن اسماعيل تونس فور بن اسماعيل نلجي. قال لي شير باعوه حبسنا الحلوى. قلنا البروبلم تاع المغرب. المغرب خدموا المتريات عملوا زين يخدموا المتريات في المغرب يخدموا المكحلة يخدموا ليبورتي سلمون كي جاوا باش يعملوا لوبي تاع المورتي ما نجموش ما صلح لهمش يعني شارش كروس كذا واحد ما نجموش دونك يفالي نبعثوا المورتي للمغرب لي زوبي دو مورتي للمغرب كيفاه نعملوا كيفاه نعملوا الليبيين يبعثوا دوز للمغرب جبنا الصندوق اللي يبعثوا فيه الليبيين اللوز حطينا اللوز كيلناه وزناه نحينا اللوز حطينا ليزوبي عملنا لهم ليكال خطيناه وعملنا 100 صندوق كما كاك ركبناهم في البابور وبعثناهم من طرابلس لكازابلانكا من طرابلس لكازابلانكا وفي بابور تعواش بابور دولين امريكاني دونك اوني سور بلي الفرنسيس ما يحكبوش وقيمة نبعتوا هكاك في الليزوبي تاع المورتين نبعتوهم فوق الصندوق نكتبوا أمون دوز دو تريبولي بونجو كذا ويروح الجماعة تاعنا منصور واللي يروح يجبدهم من البار ديريكتور لوجيستيك تاع الويست واللي يروح يجبدهم من البار وكذا ومشات العملية هكاك حتى رمضان واحد 8 شهور روحنا نخدموا هكاك رمضان تعرف الدوكارة ديما ديما فهمتي يفركتو كش ما يلقاو كش ما يلقاو كذا يقرا اموند دوس دو تريبولي جا حكم صندوق حطو دو ترافير قعدت هبط الباقة الباقة من البابور هبطة مالت مال الصندوق طاح الصندوق ما لقاوش لي زاموند دوس يلقاو لي زوبي لا بوليس لا دوان الدنيا قادت وشو كذا وكذا وين هما هادو صحاب لي زوبي شكون اللي جابهم وعلاه وكذا عايط الملك للمسؤولين تما كان خير الدين وكان شباكي انكار انت كان علال عايط لهم كان مشيه لصوبي وكان احنا ما عندناش خبر شكون هنا قالوا له بسي كريم وهنا بالقاسم روح كريم بالقاسم طلع عند الملك محمد سان قالوا نعم قالوا شو هو لصوبي ثم جاوا ما عندناش خبر وما شفناش قالوا كريم بالقاسم قالوا والله ما عندي خبر وصح كريم ما عندوش خبر قالوا والله ما عندي خبر قالوا استنى استنى بوصوف هنا عايت كريم البوصوف بالتليفون تاع البالي شاف بوصوف طلع قال يضحك شافوا محمد الخامس يضحك ضد يضحك هو سيادة خطر يضحك بوصوف يضحك يضحك ماد محمد الخامس تما يضحك قالوا عمايلك قالوا أولين احنا سيد الملك من احنا وكذا قالوا صح دونك هاو البابور راح ما عندناش نبعثوا فيه لي زاموندوس وحبسنا حبسنا لي زوبي بعد قلنا كيف نحبس فوق نلقاو فكره يروحوا هما من المروك بوصوف وجماعه بوصوف يكريوا طياره من شركه بواسطه الانجليز تجيب من بورسموث تحبس في لاكورس تعمل البلان وتخش لطرابلس نعبيو لها احنا لي زوبي اموندوس توجور هو بس دو زوبي دو مورتي تطير الطياره تروح لاكورس تكمل البلان تطلع البورسموث وتاود كازابلانكا تهبط لي زوبي بعد فقوا بين الفرنسيس ما حكموا حتى الطياره وما حكموا حتى وبيو لي فرونسي ما اللي فقوا بينا الطياره راح ديكولي واحنا مع البوليسي الليبي الليبيين تاعنا خدموا معنا قلنا له نكفلوا قدامه بالسياره بلاندروفير تاعك باش ما يطيرش فو با يطير كيف با يطير قالوا راه فو با يطير وقفنا له في لابيستك ولا حبس حلينا الواحد وهبطنا لي زوبي تاعنا كل ولنا قفلنا نقول له ذكرى على روحك كي وصل لاكورس فركتوه وصل بورسموث فركتوه حبسنا البابور حبس والطياره حبست. نعم شهادات قيمه العقيد عمار بن عوده اشكرك على هذه الشهادات الكبيره. في العدد القادم ساستمع منك حول مساله احمد مهساس في تونس وكذلك الحكومه الجزائريه المؤقته ورايك في مؤتمر طرابلس واهم الاحداث التي شهدتها الثوره الجزائريه ابتداء من سنه 58 حتى 62. اشكرك دائما على كرم الضيافه
وعلى صبرك معنا وتحملك لأسئلتي. هذا واجب. الله يسلمك. واجب. أنا يقولوا لي اكتب التاريخ. نقول لهم كيف نكتب التاريخ؟ باسيريو مانيش مؤرخ أنا. تاريخ يكتبوه الناس اللي يقراوا كيفاه يكتبوا التاريخ. أنا مش قاري كيفاه نكتب. أنا عندي شهادات. تحب شهادة أروح نعطيك شهادة. على نيمبورت كال ايفينمون يوقع في الثورة وقبل الثورة. أروح نعينك نعطيك شهادات. فهمت؟ واخدم بها. حبيت تقول خديتها من عند فلان ولا أقول لي من عندك إذا حبيت تقول من عندك. بصح أنا باش نكتب التاريخ ما نكتبش التاريخ. خاطر شي با شي با شي با. بالك نكتب حياتي قال من ميموار هكايا مي شي با شي با. المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحيات حمدي العبادي من إذاعة عنابة الجهوية ورضوان حرياتي يحييكم أنا من القناة الأولى، وتقبلوا تحيات المخرجة حسيبة خيدة. إلى اللقاء.